الجدع ابن البلد معشوق الاسكندرانية زعيم او كبير البيت السكندري الكبير سيد البلد الاتحاد السكندري زعيم الثغر محمد بيك مصلحي. اهلا بيك وكل سنة وانت طيب، واهلا بيك معنا في الزمالك اليوم. اهلا وسهلا بيك استاذ احمد، ودايما منور وبتوفيق باستمرار، وطبعا سعيد بيك. انت حضرتك معايا مداخله ومعاك كمات كبيره في النقد الرياضي، الاستاذ محمد شرقاوي، الاستاذ ايهاب الكولي، والاستاذ شادي عيسى. اتمنى لهم طبعا التوفيق باستمرار، والحمد لله على السلامه استاذ محمد شرقاوي، وحاج مبرور دم مبرور ان شاء الله. بس الحاج 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 مش عامل شغل والله يا حاج محمد معاه، يعني لسه استاذ محمد الشلاوي ده من الناس اللي انا بعزها جدا. طبعا انت حبيبي كل حاج محمد، انت راجل محترم ويعني من افضل رؤساء الانديه اللي موجوده في الساحه الرياضيه. ربنا يعزك. مبروك مبروك يا محمد بيه، ماتش كبير جدا فرحنا كمصريين، ماتش الاتحاد في البطوله العربيه، مكسب غالي جدا، ومقبلين على مباراه كبيره جدا ما بين الاشقاء الزمالك وسيد البلد الاتحاد السكندري. اكيد طبعا مباراه نادي الاتحاد مع نادي العربي الكويتي من انديه عظيمه جدا في الكويت. الحمد لله نادي الاتحاد ادى اداء محترم قوي، وهم بصراحه الناس الاشقاء الكويته استقبلوا نادي الاتحاد استقبال يليق بتاريخ كبير زي نادي الاتحاد 105 سنه، والناس بصراحه هناك يعني فتحوا لنا الساعه الاماليه التشريفيه واستقبلونا استقبال عظيم. اتمنى ان شاء الله في مباراه العوده يوم 27 سبتمبر هنا في اسكندريه نستقبلهم نفس الاستقبال ده اللي يليق بيهم. اكيد مباراه نادي الاتحاد اول مباراه له في الموسم، وان هو يفوز على النادي العربي الكويتي اكيد تتحسب للكابتن طلعت يوسف مدير فني نادي الاتحاد، مدرب عظيم، مدرب بتاع كبير جدا، ابن نادي الاتحاد. اتمنى له طبعا التوفيق طبعا، واتمنى ان شاء الله يعني بقول للزمالك مبروك النهارده على البطوله المقاصه. الزمالك طبعا فريق محترم وبيرقص رئيس نادي، انا على مستوى الشخص تملي بثنى على اللي بيعمله جوه نادي الزمالك، وبقول الكلام ده واكيد ان هو عمل طفره كبيره جوه نادي الزمالك، تاريخ بقى له 3-4 سنين صراحه نادي الزمالك في مكانه ثانيه. وانا بقول ان هو تملي بيدعم نادي الاتحاد ثالث سنه على التوالي، ما بيتاخرش نادي الاتحاد، وعمره بصراحه ما طلب منه طلب او اي لاعب الا بصراحه لبى الامور بطريقه محترمه جدا، وهو عارف ان احنا علاقته مع انا عارف كويس علاقته في الاسكندريه، بقى له عمر كبير جدا جوه اسكندريه وبيحبها فعلا، وهنا جميل اسكندريه كمان بتقف جنبه كتير وبتحبه على المستوى الشخصي. اتمنى له التوفيق، ولكن انا بقول في الاخر الرياضه منافسه ومنافسه تحترم. مباراه اكيد هتبقى مباراه كبيره، مباراه نادي الاتحاد ونادي الزمالك في الاسماعيليه، مباراه نادي الاتحاد وجميع نادي الاتحاد كلها مستنياها. انا على المستوى الشخصي اكيد اتمنى نادي الاتحاد ان هو يعني يقدم مباراه طيبه، الفائز في الاخر بتقول له مبروك، ولكن في الاخر هي هتبقى مباراه كبيره. انا شكرا النهارده لنادي الزمالك مع مباراه نادي المقاصه، وحصل حوار تليفوني بيني وبين المستشار مصطفى منصور مدة حوالي ساعه ونص، لما علمت ان هو بيفكر ان هو يجيب حكام اجانب. ايوه حصل اتصال تليفوني بينه وبين المستشار مصطفى منصور، وطلبت منه ان احنا نتقدم بطلب رسمي هو من الاتحاد المصري ولجنه مشتركه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني، ان هو تقدم بخطاب للاتحاد المصري يطلب حكام اجانب، وانا اطلب برضه حكام اجانب، ويا ريت وجود الكابتن جمال الغندور النهارده، سمعت ان في قرار برئاسه كابتن جمال الغندور بقى رئيس لجنه. اتمنى ان هو يوافق على الطلب، والطلب ده على فكره يعني فير للفرقتين، يعني انا لا اقلل من التحكيم المصري، ولكن في الاخر هي مباراه هتحسب مين اللي في الاخر اللي يفوز بهذه المباراه انه يصل المباراه النهائيه. فانا من خلال نادي الاتحاد السكندري انا اتقدم بطلب للتحكيم الاجنبي. انا عارف انه في قرار قبل كده كان طالع من الاتحاد المصري خلال الفتره اللي فاتت برئاسه المهندس هاني ابو ريده قبل ما ان هو يتقدم باستقالته، ان هم قالوا ان الحكام الاجانب مش هيعتبوها في الفتره اللي جايه. ولكن كل يعني فتره من الفترات محتاجه ان احنا ممكن نعيد النظر في القرار. حتى اتكلمنا حتى على الامور الماليه، ممكن هو يتحمل 50% من استخدام الحكم وانا اتحمل 50% الاخرى. ولكن في الاخر ان احنا نتفق ان في حكم اجنبي، وانا بقول كمان مره ده لا يقلل من التحكيم المصري، ولكن بصعوبه المباراه وادارتها. حضرتك انا سمعتك في الاول البرنامج وسمعت الاستاذ ايهاب الفوري بيتكلم نفس الكلمه، ان كان في ضغوط على الحكم من اداء المباراه عشان صعبه. نعم تخيل بقى الماتش اللي جاي بقى عامل ازاي، زمالك واتحاد ماتش جماهيري.
بلاش الاهلي والزمالك في السوبر يعني مثلا. فانت يعني انت هتطلب حكام برضو يعني اجانب او مصريين؟ ما اظنش، كل مباراه وليها ظروفها طبعا، ولكن اتمنى ان شاء الله ان يتم الموافقه على الطلب، وان شاء الله بكره يبقى لنا لقاء ونشوف الاتحاد المصري هيوافق على هذا الطلب ولا لا. وانا مستني حضرتك تاني، انا يعني حتى المكالمه الطيبه اللي كانت بيني ومستشار مصطفى منصور يعني بصراحه يعني هي اللي يعني سرعت بالموافقه على طلب الزمالك وموافقه على طلب نادي الاتحاد، واتمنى ان الاتحاد المصري يوافق على هذا الموضوع. اكيد ده كلام محترم جدا، ونتمنى برضو ان يبقى في جمهور للاتحاد وللزمالك في المباراه. اكيد يعني اكيد لو مباراه اتعملت في الاسماعيليه لازم يتحط من النهارده، على فكره النهارده بنتكلم يوم الاربعاء او النهارده الخميس خلاص. بين الخميس صباحا، ولكن في الاخر انت عندك جمعه وسبت بس ومباراه يوم الاحد. فارجو من الجهات الامنيه وارجو من يعني الاتحاد المصري ان هو يخاطب الجهات الامنيه ويحاولوا على الاقل ما فيها يعني الماتش طبعا في الاسماعيليه، والاسماعيلي يعني استقبلت مباراه البطوله الافريقيه وكان الملعب فعلا يعني مسخره لمصر كلها. فاتمنى ان هو حتى على الاقل فيها يحددوا عدد معين، ولكن انا بقول من خلال حضرتك عشان بس الامور تبقى واضحه من دلوقتي، ما ينفعش ان انا العب مباراه مثلا والاقي جمهور نادي الزمالك موجود جمهور نادي الاتحاد مش موجود. طبعا الامور ده واضحه. لا ده حقك، ده حقك. نفس الحكايه برضه، انا مش هخش الملعب مثلا والاقي مستشار مصطفى شايف جمهور نادي الاتحاد وجمهور نادي الزمالك مش موجوده. فاتفق على مبدا في جمهور يبقى الجمهور ده على الفريقين، مفيش جمهور يبقى الجمهور ده برضه على مفيش جمهور. ولو عدد مخصص مثلا 10,000 و10,000 مثلا، وتبقى الامور محدده. بص يا استاذ احمد، يعني 10,000 10,000 ده يعني ده عدد كبير جدا. 5,000 و5,000 1000 و1000 حتى. موسم هيبقى عدد كبير جدا، وده لا يصلح فيه طبعا نقل الناس من 10,000 من هنا لاسكندريه لغايه مثلا من القاهره برضه، هيبقى الموضوع صعب. ولكن لما نقول رقم يعني رقم يبقى لوجيك شويه او رقم يكون الناس كلها تتقبله، احنا ولكن في الاخر هتبقى رؤيه امنيه ورؤيه من الاتحاد المصري لكره القدم. اتمنى انه يعاد النظر في هذا الموضوع، اتمنى انه يعاد النظر برضه في موضوع استخدام حكام اجانب لهذه المباراه، ورايي برضه من دلوقتي بالمباراه النهائيه لكاس مصر. انا رايي اكيد اكيد اكيد. حاج محمد بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك على الفوز في البطوله العربيه، وان شاء الله نتابع مباراه كبيره جدا في قبل نهائي كاس مصر ما بين الزمالك والاتحاد.